أهلين يا بيك. مرحبا. مرحبا سلمى. أنت ليش أجيت لعندي هلأ؟ ليش أجيت؟ شو بدك تخوفني مرة تانية؟ لا ليش بدي خوفك يا عمري؟ جيت لأطمن عليك. جيت لتطمن علي بس؟ هلأ أنت أجيت بس عن جد مشان تطمن علي؟ بس أنا خايفة منك كتير. لا تخافي، طلعي فيني. ما بدي أطلع فيك. بردانة؟ انت لساتك بتحبني مو؟ ايه طبعا بحبك يا طفلتي. بس الرجال ما بيقولوا لنسوانهم يا طفلتي ما؟ بس نحنا غير، ما في شي بيضل على حاله، لأنه نحنا انقلبت حياتنا. ليش أنا ماني مرتك وأم ابنك؟ إلي زمان كتير ما اطلعت بعيونك من جوا، بهدول العيون الحلوين والحزينين. حكمة بيك؟ حكمة بيك؟ وصلت الشتايل الجديدة، بتحب تيجي تشوفهم؟ ماشي جاي اشوفهم. بس أنا ماني بنتك لتقلي هيك، أنا مرتك اللي نسيتها. أنا ماني بنتك يا حكمت، أنا مرتك، فهمت؟ في عنا هدول كمان، شو نعمل هلأ؟ قسم منهم يزرعوهم بجنينة اللي قدام، والقسم الثاني يزرعوهم على داير الفيلا. أمرك حكمت بيك. سلمى، سلمى.
سلمى شوفي سلمى شوفي سلمى حطوا الدكتور بسرعة بسرعة جيبوا الدكتور يلا يلا ماشي ماشي سلمى سلامتك يا خانم سلمى مش هنعلى قولي معفاية يا خانم في ايه سلمى من شان الله شوفي شو صار سلمى خانم وقعت بالمسبح فيوة سلمى خانم الحمد لله قدرت نفس مو هيك يا بيه ربيع على ظهره الحمد لله اللي فاق لساتكم واقفين روحوا خبروا الدكتور يلا يلا اخي حالك شو لا تشدي اعصابك افتحي ايدك كان بدي اروح لعند حسن مين؟ شبكي رجعتي تشردي؟ لا ماني شردة بشو عم تفكري امي؟ والله ما بعرف بشو عم فكر مخربطة شوي ليكي اخوكي غفل هون